الدار على المشاكل ديال الدوار هو ولاد معزه الحجر. بالنسبه لي انا واحد من المتضررين ياك، هم قصيين قال لك من الاستفاده، بغيت نعرف علاش الدوار هذا. نجي نقول واحد القضيه بيني وبينك، عريق. علاش عريق؟ عريق بالناس ديالو قدام، الناس السلالة ديالو هي اللي بقات. الناس القدام ماتوا الله يرحمهم، السلالة اللي بقات دابا حاليا هي باقا في العذاب. وشكون اللي قاولها؟ قاولوا الناس مسؤولين عليها بالنسبه للجماعه، بالنسبه للعماله، بالنسبه ياك. بالنسبه لي انا كنهضر حاليا غارق داري ويتيم، الناس كتشهد على القضيات. باش يجي واحد يقول لك ما تنساش انت وزيدوا لنا شي كامل. انا واحد الانسان يعني كان جندي سابق، انا كنهضر وديت كنترعى والله العظيم بالليل بقى في الحاله القهوه. علاش؟ واش حنا ماشي مسلمين؟ ماشي مغاربه؟ وبغيت اخ اش نقول لك، قطع الله يستر عليك. جاتني واحد